أريد أن أذهب إلى الوادي. أريد أن أذهب إلى عاصمة طيبة. من أنت؟ كيف؟ ما هذا؟ ما هذه القطعة من الحديد؟ هلا، انزل انزل. يا باشا، أريد أن أذهب إلى أبي. إلى العاصمة. انزل بس كده. انزل. وديني لابويا. بقول لك انزل. وديني لابويا. انزل. كيف انت؟ انزل. ما هذا الفتى؟ انا عايز اروح لابويا. انا ابويا رمسيس الثاني. انا ابن الملك رمسيس. اقعد بس كده. ما هذا؟ اقعد. له شعر ابيض. ما هذه؟ انه رجل. ما هذا الملابس؟ ما هذا؟ ايه ده؟ انا عايز اروح لابويا. أو فين؟ أنا ابن رمسيس الأول. يا عم انزل. ها. طب انزل. ما بك أيها الرجل؟ انزل. هيا بنا. انزل. إلى العاصمة. انزل. وحد الله. وحد الله. انزل. وحد الله يا رجل. أنا عايز أروح لأبويا عشان أنتهي منه. بقالي 7000 سنة بدور عليه. كيف تسمي هذه الملكمة؟ إنها ملكمة غريبة. ولا. ابني. ولا حاجة والله يا عمي. يا عم انزل بقى. انت عايز ايه؟ ايه يا باشا؟ تعالى بس. ايه؟ تعالى. ايه؟ انزل. ها. هتوديني لابويا؟ شرب ايه؟ شرب ايه؟ انا شارب اسبريسو. لا والله. اه. انزل. كيف تتحرك هذه المركبة؟ بقول لك ايه؟ هيا. بص. اوعى كده. واحد الله الله يستر. انزل لي. هفهمك كل حاجة. واحد الله. انزل. بس اقول لك ايوه. ده عرضه دي. والله امشي. انا عايز اروح لابويا. انا ابن الملك رمسيس. طب بص يا باشا، انا اقول لك على حاجه. ماشي. اقول لك اخليك صوده يا ابني. امشي. الله يرضى عليك. بس امشي. بس هنقول له كلمه واحده تقفل له المشكله دي. اقفل. اخشع. امشي. روح لعبو عيد. يا عم امشي من قدامي. امشي انت كمان من قدامي. انا تايه من ابويا. يا عم امشي. انت من جنينه. امشي. طب بص امشي. بص يا ريس. يلا. بص اقول لك حاجه. اقول لك على حاجه بدل ما ارزع لك. اسمعني. لا 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 الله. بص يا باشا. يا عم امشي. اقول لك حاجه. بس اقول لك حاجه. فهمك يا ماده. فهمك والله. فهمك حاجه. احنا بنصور معاك مقلب عليك. بنصور معاك مقلب. مالي. بص يا باشا، يعني ما تزعلش والله من اللي حصل ده. برانك كده على قناه النهار. بص بص كده هناك. هنا ما تزعلش والله من اللي حصل حبيبي. انا مش عايز اتكلم والله, والله العظيم. راجل يعني طيب جدا ومحترم جدا. ربنا يخليك. انا عارف ان احنا رخمنا بس والله يعني اسفين جدا بجد. يعني موافق بس اللي حصل ده يتذاع؟ يتذاع ان شاء الله. حبيبي حبيبي يا باشا. مسك عمل حوار في المنطقه جامد. ده مين ده؟ صامبو يا اسطى. هو في غيره؟ ايه يا يوسف يا عم، انت مش قاعدين نتكلم. لا مؤاخذه يا نجم، عمل حوار في المنطقه. يا لو بص وقف في المنطقه قتل صاحبه عشان كوبايه شاي. قلبي وجعني. حقه يا عم. اسمع جاي لك في الكلام يابا. قال لك ايه بقى؟ وقف في المنطقه. قال لك ايه بعد؟ قتله عشان كوبايه شاي. بصحابه له اخوك تقتله. قال لك وقتله عشان سيجاره. حقه. ويعمل ازاي؟ يعملوا ازاي في المنطقه هناك؟ يعملوا ازاي؟ هو مين ده؟ ده صاحبي واقف معايا هنا بيجي يحكي لي قصص المنطقه كلها. عاوز احلق عشان امشي بس انا مش فاضي. يعمل لك ازاي؟ وقتله عشان سيجاره. حقه يا عم. حقه. كل ده ليه؟ ليه؟ عشان عايز له حاسب له على كوبايه الشاي. يا
احمد اش كده برضو يا عم بقى خليه حلال انا مش فاضي انا جنبك ناقص انا معاك اهو تعالى جنبي بقى خالد ماشي يا اسطى ثانيه واحده ثابت البتاع يا عم اهو في ايه ده شويه علينا لا 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 انت تشتغل من زمان يا اسطى حلاق ايوه يا عم من زمان انا من ساعه ما جيت يا عم خليك معايا انا كلم صاحبي انا عايز احلى عشان دلوقتي. امشي انا عايز احلى عشان امشي انت هتحلى ايه احلى ده انا انت بتقول ايه دلوقتي يا عم خليك معايا ما انا معاك يا فندم من ساعه ما جيت من الكويت ما اعرفش انت حلاق خالص انا بقالي سنتين بره طب انا هستناك بره يا عم ده انا اتفرجت المكان ايه يا عم انت بتعامل صاحبي كده ليه يا عم عايز احلى عشان امشي ورايا شغل ايه ده بقول لك ايه صاحبي ده اللي مني يا عم صاحبك على القهوه ده شغل ده عايز احلى هتحلق لي ولا اقوم امشي احلق لا طب يلا معلش يا باشا عندي متلازمه بس بتجيلي كده يقول ايه منك كده عليا يا عم خلصني عايز احلق عشان امشي يا عم احلق لك اهو بس بنفضفض مع بعض اسمك ايه بقى يا احمد اسم محمود مش احمد محمود ماشي يا استاذ محمود طب يلا خالص حبيبي الاسامي دي نادر اصلا ده انت اسمك ده نادر حلو يا حلو يا عم انت بتعمل ايه معلش يا باشا اتفضل المهم بقى الوليه عايزه مني اجيب لها 2 كيلو لحمه المهم انا عايز احلى عايز احلى والله انا جاي عشان احلى مش تحكي لي ظروفك انا مش تخصص اجتماعي بص انا هحكي لك دلوقتي على حاجه دلوقتي لما تجاوب فين مدير المحل ده ثواني يا باشا انا معاك اهو يا عم انا عايز احلى تعمل لي مشاكل انا عايز احلى طب ماشي قوم نشوف شغلك ده انا بجري على اكل عيشي استغفر الله العظيم يا عم قوم احلق لي انا شغال هنا باليوميه طب احلق لي ماشي يلا حاضر كلنا ماشيين باليوميه بالخوكس بتاعك العم اتفضل يا باشا انت عايز ايه عايز احلى شعره ده اتفق انت طارق يا عم احلق لي ما تحزننيش في حالي حاضر احلق حاضر موس يا محمود موس حد يجيب موس كده هيوضبوه هيروقوا عليك والله ناس هنا كلها حلوه على الله حبيبي اما يجيبوا الموس بقى احكي لك حكايه كده بسرعه كده وانا شغال برضه انا كده شغال اهو تمام حبيبي حبيبي عبد المهم بقى الوليه منكد عليا الموس جه وانا بشغل اهو الوليه منكد عليا عيشتي قوي طالبه مني طلبات جايب لها الحلو كله والله جايب لها الحلو كله مش مخليني نفسها في حاجه طلبت مني كنافه بالقشطه جبتها لها ماشي ليه بقى كل ده بتنيمني على السله لا مفتريه يعني بتنيمك على السله والجلابه بتاع اللي انت بتقول عليها بس راجل ما هو بتنام على السله ما راجل في بيتي قوي هتعدل البتاع دي يا عم اللي انت جايب لي ايه ده اصلا انا بشوط كده بس نجيب لك بس الحته ديت حمار في ايه اللي انت بتعمله ده شكلك نزلت ده ايه ده ايه ده استنى اقعد بسرعه اقعد ايه ونيري ايه فلس يا فلس صاحب المخروبه دي ثواني انا هظبطها يا عم فين صاحب المخروبه دي قول لي انا هظبطها لك صاحب المخروبه دي اسكت بقى المشاكل يا عم اخلص مين المسؤول عن هنا عارف انت لو استنيت اكتر من كده يا عم اخلص قول لي ثواني بس هجيبه لك دلوقتي انت حمار بسرعه نعالج المشكله قبل ما تكبر يا عم نعالج مشكله ايه هتترش لو المشكله فين صاحب المحل ده هتترش والله يا عم فين صاحب المحل ده انت بترش في نافع هتترش فين صاحب المحل ده هجيبها يا خالد اتفضل بس اهو يا عم قول لي فين صاحب المخروبه دي يا باشا ما روق لا طبعا واحد الله انا هقول لك على حاجه بس طب قول لي فين صاحب المحل ده واحد الله انا فاهمها صاحب المحل جاي انا شايفه جاي من بره على اول الشارع حلو التاني حلو المشكله مع بعض خليه يجيب لي فطار تمام في واحد انت هتلعبني استغمايه فين صاحب المحل ده انا هفهمك حاجه طب هو فين انا هفهمك حاجه هو انا هجيبه لك دلوقتي مفيش حاجه والله يا عم مفيش يا عم اخلص فين صاحب المحل هفهمك حاجه بس كده هفهمك حاجه عشان تروح صاحب المحل اقسم بالله ما هسيبك لما يجيب لي صاحب المحل ده فين صاحب المحل جاي اهو بيجيب لي فطار طب هتقول غن على ما غن عليه هات بيجيب لي فطار وجاي يا عم غن عليه هات بص هفهمك حاجه يا عم غن عليه هات اسمع مني انا اقعد كده انا احلق لك انا اقعد كده ثانيه واحده افهمك حاجه والله بس انا بهزر معاك والله مفيش حاجه تعورك يا عم انا هحلق لك والله انا هحلق لك مفيش حاجه والله يا عم اقعد طب بص كده عايز عايزك تبص ثواني بس يا عم انا هحلالك انا هحلالك والله بنصور مقلب يا عم مقلب والله بصور مقلب اهدى اهدى والله انا مفيش حاجه متعوره والله
اهو بدادين كله ده والله يعني ما فيش حاجه والله ده مطهر اصلا ما فيش يعني حاجه انت مش حاسس ما فيش حاجه والله ما في حاجه في ايه واحد الله ايه ده ما فيش حاجه بس بص انا بصور معاك مقلب والله فانت انا خفت ايه حبيبي ما تزعلش بس من اللي حصل ما تزعلش ان شاء الله ماشي يعني روق كده وما فيش اي حاجه وواحد هيجي يحلق لك دلوقتي ويروق عليك تمام انا عايزك بس اهم حاجه موافق بس اللي حصل ده ازاي بص كده وهو كده بص ان شاء الله اهو مش هقول للكاميرا ان شاء الله حبيبي بص خلي بالك انت متحاوط هنا حبيبي حبيبي موافق اللي الحلقه دي ازاي ان شاء الله حبيبي اتفضل بقى اقعد واحد هيجي يحلق اخويا اللي مني اعمل سلام للسياحه والعيشه المرتاحه والموبايل ابو تفاحه عمري حبيبي عامل اخويا بقول لك اخويا كنت عايز اطلع اول مقام عبيد اخر الشارع يمين يا حبيبي اخر الشارع ده ولا ده لا اخر الشارع ده يمين هو مش ده هو ده منفذين على بعض لا صح ده شمال وده يمين انت منين يا صاحبي انا الجيزه صح احسن ناس يا صاحبي حبيبي اخويا عندك كام سنه 23 حبيبي طب يلا مش عايز اتوف في وشك في وشي ايه انت متخلف يا ابني انا اتف في وشك بقول لك عايز اتوف في وشك يعني ايه اتف في وشي هي اتقالت كده وخلاص طبيط قبل ما تاخد قرار يعني ايه تف في وشك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده قبل ما تاخد قرار وقبل ما تتعصب قرار ايه بتاع ايه قبل ما اسمعني انا اسمي الدبابه على نفسك يا حبيبي عشان باجي لاي حد في وشه بدب في وشه على نفسك يا حبيبي اطلع كده اشوف انت رايح فين ودب بعيد عني انا قعدت في الدبابه 3 سنين طب ايدك جنبك الدبابه دوله وانا فاضي منها انا اسمي الغشيم امشي يلا عشان ما ابص هديك خبطه في وشك تخبط مين يا صاحبي واحد الله طبيط شوف انت رايح فين يلا للراجل هزعلك والمصخف للراجل مد ايدك عليا طب شوف انت رايح فين لا ده انت طلعت راجل بجد بقول لك شوف انت لا ده راجل فعلا ايه القرف اللي بنشوفه ده كل يوم صدق بالله انا اقول لك كلمه واحده هقول لك كلمه واحده واسمعني الكلمه دي بتقفل اي ليله رجاله بشنبات كانوا بيناموا من المغرب طب يلا حبيبي طب هقول لك الكلمه واحد الله حبيبي اقول لك الكلمه لو ما عجبتكش اعمل اللي انت عايزه اتفضل يلا قول اخشع فين الكلام قلت ده اخشع يا مزع طب خد يا صاحبي اقول لك حاجه واحد الله عايزك تزعل يا باشا اللي انت بتعمله ده ما ينفعش تعالى بس اقول لك حاجه والله اللي انت بتعمله يا عم هقول لك قول لي يا باشا اللي حصل ده كله كان مقلب مقلب ابو نيله يا عم والله كاميرا خفيه احنا بنهزر معاك يا عم كاميرا خفيه ايه يا جدعان اللي انت بتعمله ده ما ينفعش والله العظيم والله العظيم بص يا صاحبي والله ما عايزك تزعل انا ما تزعلش على اي كلمه طلعت هو بس يعني مقلب بنشوف رد فعل الناس وانت بصراحه راجل عالمي بص حاجه انت عندك مشكله اللي حصل ده يتزعل لا لا مفيش اي مشكله راحت امرك باي باي للكاميرا بقى ماشي يا اخويا حبيبي اخويا ماشي يا اخويا